طب معلش لا ما تقفش طيب حاضر طب هعمل عادي مش عايزك تزعل انا عايزك فاكر انا عايزك راكب. انتشر فيديو خلال الساعات الماضية بعنوان خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أحداث نهاية فيلمهم الجديد ريستارت. عكف تامر حسني وهنا الزاهد خلال الفترة الماضية على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمهم الجديد ريستارت ودخل له عدد من الاحتفالات. ونشر حساب برنامج عرب وورد فيديو من كواليس التصوير وعلق عليها خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد وسط احتفالات بعيد ميلاده تتصدر الترند متحمسين لفيلمه ريستارت. حرص فريق العمل على احتفال بعيد ميلاد تامر حسني مرتين وظهرت بجواره وهنا الزاهد أثناء تصوير مشهد خطوبتهم ضمن أحداث الفيلم في شبرا. واحتفل كل فريق العمل بعيد ميلاد تامر حسني وهم يشتركون في غناء طب معلش وهي أحدث أغانيه التي اشترك فيها مع بهاء سلطان في إعلان تلفزيوني مؤخرا. وفيلم ريستارت من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفي